السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأحباء في كل مكان. هنشرح مع بعض النهاردة إن شاء الله درس اسم الفاعل بطريقة سهلة ومبسطة ويسيرة إن شاء الله، وهنشرح إعمال اسم الفاعل. طبعا أنت أخدت درس اسم الفاعل ده في الصف الثالث الإعدادي، هنشرح الدرس من أوله وهنقول الجزء اللي أضيف كمان ليك في ثانوية. يلا بينا عشان تفهم يعني اسم فاعل. ركز معايا في المثال ده كده. عندي مثلا كلمة زي كلمة إيه؟ كلمة زي كلمة علم. والله أنا عارف إن علم ده فعل، كويس، علم ده فعل وفعل ماض كمان، احسنت. طيب هل عالم دي فعل؟ لا، انا عارف ان عالم دي اسم. طيب اسم دل على الاقامه بالعلم، فبنسميه اسم ايه؟ فبنسميه اسم فاعل. ليه يا جماعه؟ ما هو عالم ده دل على الاقام بالايه؟ دل على الاقام بالعلم، دل على الاقامه بالعلم، فبالتالي دل على الاقامه بالفعل، فبالتالي هو اسم فاعل دل على الاقامه بعمل الفعل. طب انا عندي مثلا كلمه زي كلمه شهد. طيب شهد ده فعل. طيب انا عندي شاهد، شاهد دلت على الإقام بالشهادة، فهي دلت على الإقام بعمل الفعل، فبنسميها اسم فاعل. يبقى نستنتج من اللي احنا قلناه ده ان اسم الفاعل يدل على من قام بعمل الفعل، تمام؟ فشهد هو اللي قام بالشهادة، نضج ده فعل، ناضج هو اللي قام بالنضج، فبالتالي برضو بنسميه اسم فاعل لان هو اللي قام بعمل الفعل. طيب ركز كده اكتر. لو انت ملاحظ ان كلمة علم دي اللي احنا قلنا عليها اسم فاعل، كل حروفها متاخدة من الفعل بتاعها اللي هو علم. طيب كلمة شاهد، كلمة شاهد اللي هي اسم فاعل، كل حروفها متاخدة من شهد، الشين والهاء والدال، قد الشين والهاء والدال. ناضج برضو كل حروفها متاخدة من كلمة نضجة، فبالتالي أقدر أقول إن اسم الفاعل اسم مشتق من إيه؟ من الفعل. يعني إيه مشتق من الفعل؟ يعني حروفه كلها مأخوذة من الفعل. فأقدر أعرف اسم الفاعل هنا وأقول هو اسم مشتق، مشتق يعني مأخوذ من الفعل، وطبعا الفعل المبني للمعلوم. طب بيدل على إيه؟ إحنا قلنا بيدل على من قام بعمل الفعل، بيدل على اللي قام بعمل الفعل، فالعالم هو اللي علم، والشاهد هو اللي شهد، والناضج هو اللي قام بالنضج، وهكذا. طيب دلوقتي أنا عايز أعرف إيه؟ عايز أعرف لو أنا عندي فعل مكون من ثلاث حروف، إزاي هقدر أجيب من الفعل ده اسم فاعل؟ او لو انا عندي فعل مكون من اكتر من ثلاث حروف، ازاي برضو هقدر اجيب من الفعل ده اسم فاعل؟ يعني انا عايز اتكلم عن طريقة صياغة اسم الفاعل من الفعل. طيب كويس، اولا هنتكلم عن الفعل الثلاثي. يعني لو انا عندي فعل مكون من ثلاث حروف، ازاي بقدر اجيب من الفعل ده اسم فاعل؟ لو انا عندي فعل زي علم، لو انا عندي فعل زي علم، اقدر اجيب منه اسم فاعل باضافة الف بعد الحرف الاول، بإضافة ألف بعد الحرف الأول. إزاي؟ علمة هضيف لها ألف بعد الحرف الأول فتصبح عالم، شهدة هضيف لها ألف بعد الحرف الأول فتبقى شاهد، ناضجة هضيف لها ألف بعد الحرف الأول فتبقى ناضج. طب أنا ليه بعمل كده؟ بصوا يا جماعة، أنا عندي الفعل الثلاثي بيكون على وزن فعل، كويس جدا، ده الفعل الإيه؟ ده الفعل الثلاثي اللي هو عدد حروفه ثلاثة، كويس. طيب اسم الفاعل منه بيأتي على وزن إيه؟ بيأتي على وزن فاعل. يعني انا كده عملت ايه؟ انا كده كل اللي انا عملته ان انا ضفت الف بعد الحرف الاول، وهو ده اللي انا قلته. لو انا عندي فعل ثلاثي وعايز اجيب منه اسم فاعل، بضيف الف بعد الحرف الاول بس كده، انا كده جبت منه اسم الفاعل. فعالم قلنا عالم، شهد شاهد، ناضج ناضج، وهكذا. طيب تمام. طيب لو الفعل ده بقى يا سيدي فاعل في اوله همزه، اذا كان الفعل ده فعل مهموز يعني في اوله همزه، زي مثلا كلمه زي كلمه اكل، برضو ضيف ألف بعد الحرف الأول، مش ده فعل ثلاثي؟ آه ده فعل ثلاثي، تمام. أنا هعمل إيه؟ هضيف ألف بعد الحرف الأول، خلي بالك كده معايا، أكل أهو، أكل أهو، كويس، هضيف ألف بعد الحرف الأول كده، فيبقى الألف اللي أنا ضفتها دي قبلها همزة، فالشكل ده كده هيتحول للشكل ده بس كده. يبقى الكلمة اسمها إيه؟ اسمها آكل. يبقى أكل آكل، أمر آمر، وهكذا. برضو كل اللي أنا عملته هو إن أنا ضفت ألف بعد الحرف الأول، والألف المادي دي عبارة عن الهمزة زائد الألف، تمام. لو أنا عندي فعل بقى زي قام، لو أنا عندي فعل زي قام أهي، تمام، قام، لما أجي أجيب منه اسم فاعل برضو هضيف ألف بعد الحرف الأول، فكده عندي اتنين ألف، فما ينفعش يكون عندي اتنين ألف، فبقلب الألف التانية دي الهمزة، فبيكون اسم الفاعل قائم. يعني لو أنا عندي فعل معتل أجوف، باجي اضيف الالف بلاقي كده عندي الفين ورا بعض، فبقلب الالف التانية لهمزه، فقام والقائم، طار والطائر، باع والبائع. خلي بالك كل ده بنتكلم فيه الفعل الثلاثي، يعني الفعل اللي عدد حروفه ثلاثة.
طيب لو انا عندي فعل معتل ناقص، خلاص انا بضيف الف بعد الحرف الاول وانا كده اخدت القاعده. فراضي مثلا هقول ايه؟ هقول راضي، نهى اقول ناهي، ماشي اقول ماشي، وهكذا. ساعات بقول راض وناه وماش، يعني ساعات بحذف الياء، ولسه هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. تمام. لو الفعل بقى بتاعي فعل غير ثلاثي، يعني عدد حروفه اكتر من ثلاثه، زي اخلص، الموضوع هنا بسيط جدا. هتروح تجيب المضارع يخلص، وبعدين تحذف ياء المضارعه، وتضع بدل من ياء المضارعه دي ميم، بس ميم مضمومه، خلي بالك ميم مضمومه، وتكسر ما قبل الاخر، فيبقى اسم الفاعل من اخلص مخلص. طب اسم الفاعل من استفاد، اروح اجيب المضارع يستفيد، واحذف ياء المضارعه، وضع مكانها ميم مضمومه، واكسر ما قبل الاخر، فاسم الفاعل كده هيكون مستفيد. يبقى اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي موضوع سهل جدا، بجيب المضارع احذف ياء المضارعه، اضع مكانها ميم مضمومه، اكسر ما قبل الاخر. في بقى شويه ملاحظات كده خلي بالك منهم. اسم الفاعل من الفعل المعتل الناقص، يعني دي النقطه اللي احنا قلنا لسه هنتكلم عنها، اللي هو بيكون معتل الاخر من الاخر كده، اسم الفاعل اللي اخره ياء، اسم الفاعل اللي اخره ياء، اسم الفاعل اللي اخره ياء، سواء كان من فعل ثلاثي او من فعل غير ثلاثي، الياء ده ياء تمام، تحذف في حالات معينه ويعوض عنها بتنوين الكسر. نقول تاني، اسم الفاعل اللي اخره ياء، الياء دي تحذف في حالات معينه، في حاله ايه؟ في حاله الرفع والجر، في حاله الرفع والجر. تمام، ركز كده. يعني ايه رفع وجر؟ يعني لازم يكون مرفوع او مجرور. طب لو منصوب؟ لا، لو منصوب الياء موجوده. طيب مرفوع او مجرور فقط؟ لا، ولازم يكون غير معرف وغير مضاف، يعني ما يبقاش معرفه، ما يبقاش فيه الف ولام، ولا يبقى مضاف. تمام، لانه لو مضاف لكلمه، مضاف يعني ايه؟ يعني جاي بعد منه مضاف اليه. طيب تعالى كده نركز مع بعض. جاء قاض، والله قاض هنا كان المفروض تكتب كده قاضي. طب ليه حذفت الياء؟ جاء فعل ماض، وقاض هنا المفروض انها فاعل، فالفاعل هنا خلاص الكلمه مرفوعه، يبقى اول شرط تتحقق فيها انها مرفوعه، كويس. طيب هنا هل هي فيها الف ولام؟ لا. هل اللي بعدها مضاف اليه؟ لا. يبقى كل الشروط اتحققت، انها مرفوعه ومش معرفه ومش مضافه، مرفوعه ومش معرفه ومش مضافه، فبالتالي تحذف منها الياء، فاقول ايه؟ فاقول قاض، واعربها بعلامه مقدره، يعني اقول فاعل مرفوع بالضمه المقدره. طيب في المثال ده بنقول ايه؟ سلمت على قاض، كان المفروض برضو تكتب قاضي، الكلمه هنا مجروره فحذفت منها الياء، خلي بالك مجروره ومش معرفه ومش مضافه، مش مضافه يعني مفيش بعدها مضاف اليه، فبالتالي حذفت منها الياء. في الحالتين دول تعرب اسم الفاعل بعلامه مقدره، يعني هنا فاعل مرفوع بالضمه المقدره، اسم مجرور بالكسره المقدره. تمام، خلي بالك اسم الفاعل يذكر ويؤنث ويجمع، يعني ايه؟ يعني حضرتك عامل دي اسم فاعل، وعاملته برضو اسم فاعل، يعني ايه؟ احذف منها التاء كده، هيتبقى لك عامل، عامل على وزن فاعل، اذا هي اسم فاعل عادي جدا. عاملان مفردها ايه؟ عامل، يبقى هي اسم فاعل. يعني نقدر نقول ان اسم الفاعل ممكن ياتي مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، اي حاجه، المهم انك تجيب المفرد منه تلاقي ان المفرد اسم فاعل. تمام. طيب تعالوا بينا بقى نتكلم عن اعمال اسم الفاعل. يعني ايه اعمال اسم الفاعل؟ تعالوا كده نفهم اعمال اسم الفاعل ده من خلال الجمله دي. لما اجي على سبيل المثال اقول ايه؟ اخوك يقرا درسه. تعالى نعرف الجمله دي، والله انا عندي يقرا ده فعل. طب الفعل ده عمل ايه يا جماعه؟ الفعل ده رفع ضمير مستتر تقديره هو يقرا هو، ونصب مفعول به اللي هو كلمه ايه؟ اللي هو كلمه درس، فدرس هنا مفعول به. صح كده؟ تمام. يعني انت كده متفق معايا ان يقرا ده هو سبب رفع الفاعل اللي هو المستتر ونصب المفعول، جدع. تمام. طيب قارئ، قارئ ده اسم فاعل من الفعل قرأ. تاني، قارئ ده اسم فاعل من الفعل قرأ، فقارئ ده معنى ان انا اقول اعمال اسم الفاعل عمل فعله، يعني قارئ ده هيعمل عمل الفعل. طب هو الفعل بيعمل ازاي؟ ما هو الفعل رفع فاعل ونصب مفعول، فاسم الفاعل هنا هو كمان عايزه يرفع فاعل وينصب مفعول، ده معنى جملة إعمال اسم الفاعل عمل فعله. طيب لو أنا عندي جملة زي دي بتقول إيه؟ من يذاكر المهمل درسه. طيب يذاكر ده فعل، كويس جدا. الفعل ده عمل إيه هنا؟ الفعل ده رفع فاعل اللي هو كلمة المهمل، ونصب مفعول اللي هو كلمة درسة، رفع فاعل ونصب مفعول. فكلمة مذاكر دي اسم فاعل من الفعل يذاكر،
فانا عايز اسم الفاعل ده يعمل نفس عمل الفعل. طب الفعل عمل ايه؟ ما قلت لك الفعل رفع فاعل ونصب مفعول، يبقى اسم الفاعل هو كمان يرفع فاعل وينصب مفعول. ده هو المعنى، اسم الفاعل يعمل نفس عمل فعله. فلو فعله كان فعل لازم يعني بيرفع فاعل بس، فاسم الفاعل يرفع فاعل بس. لو فعله فعل بيرفع فاعل وينصب مفعول، يبقى هو اسم الفاعل هو كمان يرفع فاعل وينصب مفعول. طب لو فعله بيرفع فاعل وينصب مفعولين، يبقى هو كمان يرفع فاعل وينصب مفعولين. طيب هل بقى اي اسم فاعل كده هيعمل عمل الفعل على طول؟ لا، مش هيعمل عمل الفعل على طول. هو يعمل عمل الفعل بشروط، يعني لازم شروط معينة تتحقق في اسم الفاعل عشان اسم الفاعل ده يعمل عمل الفعل. اول شرط انك تلاقي اسم الفاعل ده في ألف ولام. لما تلاقي اسم الفاعل في ألف ولام، ساعتها اسم الفاعل ده يعمل عمل الفعل على طول، على طول يعمل عمل الفعل. ازاي؟ لما اجي مثلا اقول ايه؟ المكرم، استنى، مكرم ده ميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر، يبقى ده اسم فاعل من فعل غير ثلاثي. طيب المكرم ضيفه مشكور. طب ما انا عندي المكرم ده اسم فاعل وهنا اسم فاعل عامل. طب انت ليه يا مستر قلت ان هو اسم فاعل عامل؟ لانه في الف ولام في الاول. ما دام في الف ولام في الاول يا سيدي، يبقى هو على طول اسم فاعل عامل. ما دام في الف ولام في الاول، يبقى هو اسم فاعل عامل. طيب خلاص انا عرفت ان ده اسم فاعل عامل، هقدر اعرف اللي بعد منه ازاي؟ بص يا سيدي، هتعرف اللي بعد منه بالطريقه دي. هتروح تكتب الفعل كده جنب منه، تمام؟ فهتقول الفعل من المكرم يكرم. طب انا ليه بكتب الفعل يا مستر؟ عشان تقدر تعرف اللي بعد منه بطريقه سهله. فهتقول يكرم، مين اللي بيكرم؟ هو، تمام. بيكرم مين؟ بيكرم ضيفه، يبقى ضيفه هنا مفعول، تمام. يبقى احنا الاول عملنا ايه بالراحه كده؟ وصلنا ان اول حاجه او رقم واحد اسم الفاعل هنا عامل. عامل يعني ايه؟ يعني هيرفع فاعل او هيرفع فاعل وينصب مفعول، او هيرفع فاعل وينصب مفعولين. المهم ان هو هيعمل حاجه في الجمله، كويس. عشان اقدر اعرف هو عمل ايه، هجيب الفعل منه. طب انا بعد ما اجيب الفعل منه، هقدر بناء على الفعل اللي انا جبته وكتبته تحت منه ده، هقدر اعرف اللي بعده. فيكرم فاعل، هو فاعل، ضيف هنا مفعول به. طب ضيف مفعول به لايه؟ لاسم الفاعل ده. مفعول به لاسم الفاعل ده، هتفهم اكتر دلوقتي. يبقى احنا قلنا دلوقتي اسم الفاعل، اسم الفاعل، اسم الفاعل لو في الف ولام، ساعتها على طول يعمل عمل الفعل، يعني يرفع فاعل او يرفع فاعل وينصب مفعيل، تمام. يبقى احنا كده اتفقنا ان اسم الفاعل لو في الف ولام ساعتها يكون عامل. طب اسم الفاعل لو مفيش فيه الف ولام، يعني لو مجرد من ال، ساعتها يعمل بشرطين. ساعتها يعمل بشرطين. اول شرط لازم يكون بمعنى الحال او الاستقبال. يعني ايه؟ يعني ما يكونش بمعنى الماضي. يعني ايه؟ يعني ما تلاقيش في الجمله بتاعته كلمه تدل على الماضي. طب انا لو لقيت يا مستر في الجمله بتاعته كلمه تدل على الماضي، يبقى اسم الفعل غير عامل. يعني ايه؟ يعني مش هيرفع فاعل ومش هينصب مفعول به ولا اي حاجه. طيب ده اول شرط. تاني شرط، لازم يجي قبل منه مبتدا او نفي او استفهام او موصوف او نداء، او يكون المشتق نفسه يعرب حال، تمام. نقول تاني، لازم اول شرط لو اسم الفاعل بتاعك نكره، لو اسم الفاعل بتاعك نكره، رقم واحد لازم يكون يعني يدل على الحال او الاستقبال. يعني يدل على الحال، الحال اللي هو الوقتي او المستقبل، ما ينفعش يكون دل على الماضي. هعرف منين؟ ما يكونش عندك كلمه تدل على الماضي. لازم يكون قبل منه مبتدا او نفي او استفهام، لازم الشرطين دول يتحققوا مع بعض، تمام. تعال نجرب كده. لو انا مثلا قلت جمله زي دي، اخوك قارئ درسه، اخوك قارئ درسه، قارئ، قارئ ده اسم فاعل، بس اسم فاعل هنا مفيش فيه الف ولام، كويس. يبقى لازم يتحقق فيه شرطين. اول شرط انه لازم يكون دل على الحال او الاستقبال. اعرفها منين؟ لازم جملتك ما يكونش فيها كلمه تدل على الماضي. طب انا ما عنديش هنا كلمه تدل على الماضي، يبقى اول شرط هنا تحقق. طب تاني شرط، لازم يكون سبق به مبتدا او نفي او استفهام او الكلام ده كله. طب هنا سبق بايه؟ بمبتدا، لان اخوك هنا تعرب مبتدا، كويس جدا. يبقى انا عندي الشرطين هنا بتوع اعمال اسم الفاعل الاثنين اتحققوا، يبقى ده اسم فاعل عامل. طب انا كده وصلت انه اسم فاعل عامل، هعمل ايه؟ هتروح تجيب الفعل منه. طب الفعل منه ايه؟ يقرا، تمام. يبقى يقرا، يقرا درسه، يبقى درس هنا تعرب ايه؟ يقرا فعل، هو فاعل، درس مفعول به.
يبقى هنا اسم الفاعل ده نصب مفعول به اللي هو كلمة درس. طيب أنا عندي جملة زي دي بقول إيه؟ ما مذاكر المهمل درسه. تمام، مذاكر ده ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، يبقى ده اسم فاعل، واسم فاعل هنا نكرة. اسم فاعل نكرة يعني مفيش فيه ألف ولام، ساعتها يعمل بشرطين. أول شرط عندك كلمة تدل على الماضي؟ لا، يبقى أول شرط كده تحقق. تاني شرط، هل هنا سبق بمبتدأ أو نفي أو الكلام ده؟ سبق بنفي، يبقى كده الشرطين اتحققوا، يبقى ده كده اسم فاعل إيه؟ أنا وصلت كده إنه اسم فاعل عامل. طب بعد ما أوصل إنه اسم فاعل عامل هروح أجيب الفعل منه. طيب أنا ليه بجيب الفعل منه؟ بتجيب الفعل اللي هو كلمة يذاكر عشان تقدر تعرف اللي بعد اسم الفاعل. طب أنا جبت الفعل خلاص يذاكر، من اللي بيذاكر؟ المهمل. يبقى المهمل هنا فاعل لاسم الفاعل ده، درس. درس بيذاكر ايه؟ درس، يبقى درس مفعول به لاسم الفاعل ده. تمام، لما اجي اقول ايه؟ لا، يبقى خلاص هنا عامل، لانه هنا دل على الحال والاستقبال وسبق به نفي. هنا بنقول امسافر اخوك، مسافر ده ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر، يبقى ده اسم فاعل، ولكن اسم فاعل هنا مجرد من ال، يعني ما فيش فيه الف ولام. تمام، يبقى يعمل بشرطين، اول شرط عندك كلمه تدل على الماضي؟ لا، يبقى اول شرط اتحقق اللي هو دل على الحال والاستقبال. تاني شرط سبق بايه هنا؟ سبق باستفهام، يبقى خلاص ده اسم فاعل عامل. طب انا عرفت انه اسم فاعل عامل، انت عرفت انه اسم فاعل عامل، هتروح تجيب الفعل منه عشان تقدر تعرف اللي بعده. طب هقول يسافر اخوك، يسافر فعل، من اللي بيسافر؟ اخوك، يبقى اخوك هنا فاعل، وطبعا هنا فاعل مرفوع بالواو، فاعل مرفوع بالواو، يبقى عندك فاعل مرفوع بالواو. تمام، لانه طبعا اسماء خمسه. بس ركز معايا، في حالة النفي وفي حالة الاستفهام، يعني لما يكون اسم الفاعل قبله أداة نفي أو قبله أداة استفهام، لما بتيجي تقول فاعل بتقول فاعل سد ما سد الخبر، بس كده. نقول تاني ملاحظة بسيطة وسهلة، لما يكون اسم الفاعل قبله أداة نفي، يعني سبب إعماله أنه سبق بنفي أو أنه سبق باستفهام، ساعتها تقول لما تيجي تعرب الفاعل تقول فاعل سد ما سد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. مررت بطالب حافظ درسه، ركز معاي، مررت بطالب حافظ درسه. انا عندي هنا حافظ ده اسم فاعل، طب عامل ولا مش عامل؟ هنا نكرة، كويس نكرة، يبقى لازم يتحقق في شرطين. الشرط الاول انه يكون دل على الحالة او الاستقبال، الشرط الثاني لازم يسبق بنفي او استفهام او مبتدأ او موصوف او يقع المشتق حال، كل الكلام ده. تمام، طيب انا عندي هنا بقول اول شرط اتحقق لان ما عنديش كلمة تدل على الماضي، تاني شرط سبق بايه؟ كلمة حافظ هنا تعرب ايه؟ طالب حافظ، فحافظ هنا تعرب نعت. نعت يعني اللي قبله منعوت، يعني اللي قبله ده موصوف، فبالتالي عندي هنا ده كده سبق بموصوف، يبقى تاني شرط اتحقق، يبقى اسم الفاعل هنا عامل. طب انا وصلت ان اسم الفاعل عامل، هقدر اعرف اللي بعد منه ازاي؟ هتجيب الفعل منه، الفعل منه ازاي؟ الفعل منه يحفظ، يحفظ هو درسه، فيحفظ فعل هو فاعل، يبقى اسم الفاعل حافظ ده رفع فاعل اللي هو ضمير مستتر، ونصب مفعول به اللي هو كلمة درس، فلو هو وضع لي خط تحت كلمة درس هنا يبقى درس مفعول به لاسم الفاعل ده. تمام، طيب ممكن اسم الفاعل يكون سبب إعماله انه دل على الحال او الاستقبال وكمان سبق بنداء، ازاي؟ لما اجي اقول يا صانعا المعروفة، ركز كده، صانعا ده اسم فاعل، تمام، اسم فاعل نكره يعني مفيش فيه الف ولام، لازم يتحقق فيه شرطين. اول شرط انه لازم يكون دل على الحال او الاستقبال، وقلنا ده بنعرفه ازاي؟ ان ما يبقاش عندي كلمه تدل على الماضي. هل عندك هنا كلمه تدل على الماضي؟ لا، يبقى اول شرط اتحقق. تاني شرط انه سبق بنداء، يبقى كده الشرطين اتحققوا، يبقى ده اسم فاعل عامل. عشان تقدر تعرف كلمة المعروف لازم تجيب الفعل منه. تمام، الفعل منه ايه؟ فعل من صانعا ايه؟ يصنع. تمام، يصنع هو المعروف، فالمعروف هنا هتكون مفعول به لاسم الفاعل ده. تمام، رقم 6 نفس الفكرة، انك تلاقي المشتق نفسه حال، يعني انك تلاقي المشتق النكرة اول حاجة ما عندكش كلمة تدل على الماضي كالعادة، تاني حاجة انك تلاقي المشتق اعرب في الجملة حال، ازاي؟ لما اجي مثلا اقول ايه؟ اقبل عليه متهللا، عندك متهلل دي ميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر، يبقى ده اسم فاعل من فعل غير ثلاثي، طب عامل ولا مش عامل؟ دال على الحال او الاستقبال، بدليل انك ما عندكش كلمة تدل على الماضي،
ما عنديش كلمة تدل على الماضي، يبقى أول شرط تحقق. تاني شرط، تاني شرط يا سيدي إن لازم اسم الفاعل ده تمام يكون ركز مسبوق بمبتدأ أو نفي أو استفهام أو موصوف أو يقع حال. طب هنا هو حال كيف أقبل، أقبل إيه؟ متهللا، فمتهلل هنا حال، يبقى ده اسم فاعل عامل، اسم فاعل عامل. طب أنا وصلت إنه اسم فاعل عامل، بعد كده هعمل إيه؟ هجيب الفعل منه، فعل منه يتهلل. طب يتهلل إيه؟ يتهلل وجهه، مين اللي بيتهلل؟ الوجه، فالوجه هنا فاعل لاسم الفاعل ده. خلي بالك في ملاحظة بسيطة جدا، لما أجي أقول إيه؟ لما أجي أقول جملة مثلا زي دي، يا صانعا المعروف، خلي بالك اسم الفاعل النكرة لو جاي بعد منه ألف ولام لازم اسم الفاعل ده يكون منون، لازم اسم الفاعل ده يكون منون. طب افرض اسم الفاعل ده غير منون، يبقى اللي بعد منه يعرب مضاف اليه على طول، وبيبقى هنا اسم فاعل غير عامل. نقول تاني، اسم الفاعل لو جاي لك نكره لازم تلاقيه منون في حاله اذا كان بعد منه كلمه فيها الف ولام. طب افرض جاي لك غير منون، جاي لك غير منون واللي بعد منه الف ولام، يبقى على طول تقول ان ده اسم فاعل غير عامل، وعلى طول تعرف ده مضاف اليه. يعني لما اجي اقول لك يا صانع المعروف وما قلتلكش صانعا، يبقى كلمة صانع هنا تمام اسم فاعل غير عامل، والمعروف هتعرب مضاف إليه، ده في حالة إذا كان اللي بعد اسم الفاعل فيه ألف ولام. خلاصة الكلام، عندك اسم فاعل لازم تعرف إزاي بتجيبه من الفعل، طريقة صوغه تمام. عندك اسم فاعل يعمل عمل الفعل لو فيه ألف ولام بيعمل عمل الفعل على طول. عشان تقدر تعرف اللي بعد اسم الفاعل لازم تجيب الفعل منه، هتجيب الفعل منه الأول. طب الفعل منه بعد بجيب الفعل، بعد ما تجيب الفعل هتقدر تعرف اللي بعد اسم الفاعل. طب لو اسم الفاعل يا سيدي جاي لك في الجملة نكرة لازم تتأكد من حاجتين، انك ما عندكش كلمة تدل على الماضي، يبقى اول شرط تتحقق اللي هو يدل على الحال او الاستقبال، لازم تتأكد انه صدق بمبتدأ او نفي او استفهام او موصوف او الكلام ده. لازم لما تيجي تعرف الفاعل في حالة اذا كان اسم الفاعل مسبوق بنفي او استفهام بتقول فاعل سد مسد الخبر. الملاحظة الأخيرة، خلي بالك اسم الفاعل لو جاي لك بعد منه كلمة فيها ألف ولام لازم اسم الفاعل يكون منون، لأنه لو مش منون يبقى اللي بعد منه مضاف إليه، واسم الفاعل في الحالة دي غير عامل، بنسميه مضاف لما بعده. تمام كده، كده انتهينا من درس النهاردة، نراكم في تفوق وازدهار ونجاح دائم بإذن الله.